سائل يقول: هل الإجماع على أن من أشرك بالله شركا أكبر يسمى مشركا في الدنيا ولو كان جاهلا ويقول لا إله إلا الله؟ يا أخي، التوحيد من الأمور الظاهرة، ما هو بخفي حتى يعذر بالجهل، هذا من الأمور الظاهرة. والقرآن ينادي بتحريم الشرك ولعن المشركين والوعيد عليهم النار، ما هو بخفي. التوحيد ما هو بخفي، والشرك ما هو بخفي، من الأمور الظاهرة التي جاء التحذير منها في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم.